بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي قناة بنت الوادي الجديد الأشغال اليدوية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله حبيت اشارك معاكم فكرة موضوع جديد، برضو مشروع ممكن اي ست بيت تعمله في المنزل ومش هيكلفك حاجة، انت تشتغلي على راس المال بس. الفكرة دي أنا لسه عارفة بيها بصراحة، رغم إن أنا بقالي فترة في الملايات بس لسه عارفاها من فترة قريبة، قلت أشارككم بيها. لما بتروحي عند بتوع تجار القماش بتوع الملايات، بتروحي المحلات اللي هي الكبيرة، بيبقى عندهم صور لأطقم الملايات زي ما انتم شايفين دي. ده كده بيبقى نظام اللحاف، اللحاف ده هما بيعملوه هما عندهم، يعني انتي هما بيقفلوا عندهم مكان خاص بيقفلوا ليهم ناس معينة بتشتغلوا. الفكره كلها في ايه؟ وممكن يعملوا لك طقم السرير باللحاف بتاعه كله، مفيش مشكله. لو انت حتى ما بتعرفيش تفصلي خالص وليكي بس في التسويق تعرفي تسوقي، بتروحي هناك بتاخدي منهم الصور اللي انت عايزاها. بس في حاجه لازم تبقي انت الصوره اللي انت هتاخديها متاكده ان نفس القماش موجود عندهم قبل ما انت تعرضي للناس، ويجي يطلبوه ما يلاقوش عندك نفس الموديل. فانت هتروحي طبعا الاول هيوروكي شويه موديلات عندهم، اتاكدي من الالوانات اللي موجوده، وكل الحاجات دي بصراحه كانت موجوده عندهم الالوانات دي. انت بتختاري بقى الرسمه والموديل، وبتختاري يا اما تعملي الموديل زي ما احنا شايفين اللحاف بالخداديات بطقم الملايه. اشوف لك صوره واضحه فيه واوريها لك. كل الالوان بصراحه بتبقى جميله، بس خلي بالك هي الصوره بتبقى كده زاهيه شويه عن القماشه نفسها، يعني ده عباره عن اللحاف وتحتي منه بتبقى الملايه والخداديات بتاعته. عايزاه بمخدات ماشي، عايزاه اللحاف الفايبر بس بالخداديتين مفيش مشكله. زي ما قلت لك انت بتروحي هناك بتساليهم عن الصور الاطقم اللي عندهم، بيعرضوا عليك كميه من الصور اللي موجوده، بتنقي الموديلات والالوانات اللي انت عايزاها وبتروحي تتفرجي عليها، وبعد كده بترجعي لهم تاني بتقولي لهم بقى، بتحددي انت عايزه ملايه بس، عايزه طقم سرير مثلا عادي بس، او طقم سرير باللحاف. هم بقى عندهم ناس متخصصه بتفصل ليكي انت في التفصيل، اعملي انت طقم الملايات وهم يعملوا لك اللحاف. دلوقتي في ناس عرايس كتيره بيحبوا طقم الملايه باللحاف بتاعها عشان فصل الشتاء، فالفكره دي حلوه حبيت ان انا اشاركوا فيها. ناس كتير ما شاء الله ستات كتير عاملينها والمشروع ناجح معاهم، يعني بيقولوا حتى ما نعرفش اي حاجه في الخياطه ولا التفصيل ولا اي حاجه، ولا بنقص ولا بنخيط، مجرد ما هم بس بيشتغلوا على الورق ده بس يا جماعه، يعني شغلهم كله ما شاء الله على بس الورق ده. بتيجي تعرضي عليا بختار موديلين ثلاثه زي ما انا بختار، بتفرجي جيرانك بقى اصحابك زمايلك في الشغل، زي ما انت عارفه بتنزلي بقى الصور دي على صفحه ليكي على الفيس مثلا، عليك ليكي صفحه على الانستجرام، الحاجات دي كلها، وبتروحي بعد كده بتعملي الاوردر بتاعك وبتروحي لهم. خلال اسبوع بيسلموك الشغل، ممكن اقل من كده لو ليهم مثلا ايام معينه، بيفتحوا اكتر من يوم في الاسبوع لان محلات الجمله بيقولوا لهم في الاسواق زي سوق السبت وسوق الحد، الحاجات دي بتلاقي عندهم الحاجات دي، هم خلال اسبوع بتدفعي جزء من الفلوس. لو بيعرفوك ما بي عادي ممكن تتعاملي معاهم بعد كده، اللي معاكي بتدفعيه وبعد كده بتحاسبي لما الشغل بيخلص، بس لازم تسيبي لهم عربون تحت الحساب. الفكرة دي حلوة، يا رب تكون شاركت عرفت افيدكم واشارككم بفكرة مشروع ممكن اي ست بيت من غير راس مال خالص. يا جماعة الفكرة دي هي راس مالك فيها كله، الورق اللي انت شايفاه ده، الرسومات والصور اللي قدامك دي هي راس مالك. طبعا مش هينفع تصوريها على الموبايل، لا انت الورق ده بيدولك بمنتهى السهولة مفيش مشكلة، بس اساليهم، هو مش عند كل الناس، تجار الجملة بتوع القماش اللي هي الناس الكبيرة اساليهم، وخدي منهم المجموعة من القماشات اللي هي موجودة عندهم، لان في موديلات بتبقى خلصت وموديلات قديمة، اتاكدي ان الموديل اللي انت واخداه هو اللي موجود عندهم في الفتره الحاليه دي، يعني بحيث انت لما تيجي تطلبي منهم الاسبوع اللي بعديه يبقى موجود، او بالتليفون. انت لو هتلاحظي كل واحده بيبقى ليها رقم، او هم بيبقوا عارفينها بالرسمه ليها اسم معين عندهم، انت ممكن من خلال التليفون هتبلغيهم عايزه 1 2 3، بيبقوا طبعا في ثقه بينكم، مجرد ما بتديهم الاوردر بالتليفون هم بيجهزوا لك الشغل لغايه ما انت بتروحي. طبعا الكلام ده لما يعرفوكي بعد فتره، يعني طبعا في البدايه بتوزعي بقى الورق ده على جيرانك واصحابك زي ما قلت لك، وتبلغيهم مثلا بالاسعار وتبقي انت عارفه الاسعار. طبعا عارفه اسعار بس مش هينفع اقول لكم، لان كل تاجر له سعر غير التاني، وحسب ما انت عايزه طقم كله ولا عايزه اللحاف الفايبر بس بالاتنين خداديه، ولا طقم الملايه بالخداديتين والمخدتين واللحاف، على حسب ما انت هتبقي محتاجه وانت بتفصلي ولا لا، ولا هم هيفصلوا لك كله. فانت حاولي تعرفي انت عايزه ايه بالظبط وتنزلي المشروع ده، يا رب تستفادوا منه وتستفادوا بيه. زي ما قلت لك شغلك كله مكسبك بس، ما فيهوش راس مال خالص. واتمنى الفكره تعجبكم يا رب ان شاء الله، واتمنى اللي ما اشتركش معانا في القناه يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش من اللايك، واستنى تعليقاتكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.